مين معانا؟ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر النهاردة قال معلومات مهمة، حيث كشف أن مصر جاءت في مقدمة الدول العربية التي يرتفع بها الفقر البشري، محتلة المركز الثاني على مستوى 22 دولة عربية، المستوى الثاني على مستوى 22 دولة عربية في مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الأمم المتحدة، ويقيس مدى الحرمان الذي يعاني منه المواطنين في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. وقد اعتبرت الأمم المتحدة للأسف أن الفقر الذي يعاني منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد. ناتج محلي إيه؟ بقول لك الشبل بيتباع ب 35 جنيه. وأشار التقرير الذي جاء بعنوان تحديات التنمية في الدول العربية 2011 نحو دول تنموية في المنطقة العربية إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التي بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التي يتمتع بها الإنسان. والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لا يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متمركزان في المحافظات الحضرية الكبرى وبشكل خاص القاهرة والأسكندرية، وفي المقابل يعاني سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل في التنمية الاقتصادية في مصر، وأن احتكار الثروات بدأ يتزايد في مصر منذ عام 2007 واستمر في هذا التصاعد خلال السنوات الأخيرة. تعليقا على الخبر بينضم لينا الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية. دكتور صلاح أهلا وسهلا بيك. أهلا يا فندم. التقرير اطلعت عليه اللي صدر النهاردة؟ تمام يا فندم. ابرز ملاحظات حضرتك عليه ايه؟ اقول لحضرتك باختصار شديد بس في عجاله كده، مجال الفقر في مصر. أيوة. احنا لو رجعنا اليوم الاربع 23 يوليو 52 نجد ان ثوره 52 قامت لاربع اسباب. أيوة. القضاء على الفقر والجهل والمرض ومجتمع النصف في المائة. ايوه. في اياميها كان عدد سكان مصر 20 مليون، اي ان ما يتحكموا في الاقتصاد المصري يتجاوز ال 100 الف واحد. لما قامت ثوره 25 يناير يوم الثلاث 25 يناير 2011 قامت لنفس ذات الاربع اسباب، القضاء على الفقر والجهل والمرض مع اختلاف عامل واحد وهو مجتمع الربع في المليون. من كان يتحكم يا أستاذ معتز في اقتصاد مصر خلال العقد الأخير من حكم رأس النظام السابق اللي استمر ثلاثة عقود أو 30 سنة أو 10,750 يوم كان 20 رجل أعمال فقط، أي أن مجتمع الربع في المليون. إحنا كنا نصف في المائة لما كان مجتمع 20 مليون، بين 20 فرد يتحكم في اقتصاد مصر لما كان تعدادنا 80 مليون. مؤشرات الدعم، مؤشرات الفقر اللي موجودة، احنا للأسف كان عندنا مجموعة من الوزراء والمسؤولين السابقين، واسمح لي ان انا اقول على رأسهم وزير التخطيط السابق عثمان محمد عثمان، كان مطلع تقرير سنة 2008 و2009 يقول فيه ايه، ان اللي يحصل على 135 جنيه في مصر شهريا هذا الرجل فوق مستوى خط الفقر. طبعا هذا الكلام كان لا يليق انه يطلع، انما كان بيطلع الكلام دوت في دراسات للاسف الشديد موثقه عن من وزاره التخطيط للتغطيه لجمال مبارك وخلافه من اذناب النظام السابق. معدلات الفقر يا فندم، اي دوله في العالم بتعتمد على حاجه اسمها الطبقه المتوسطه. ايوه. الطبقه المتوسطه المفروض انها لا تقل عن من 50 ل 60%. الطبقه المتوسطه دي يا فندم اللي هو منها مين؟ ضابط الشرطه، ضابط الجيش، المهندس، المدرس، المحاسب، المحامي، الفلاح، الناس اللي هم تقوم عليهم أعمدة الدولة وأعمدة الإنتاج. أيوة. زادت الطبقة المتوسطة زاد اقتصاد الدولة اللي موجودة. المفروض أن الطبقة الغنية اللي هي السوبر ما تزيدش بأي حال من الأحوال، يعني ما تقلش بأي، لا تقل بأي حال من الأحوال عن 10% علشان معدل النمو اللي موجود تحدث نوع من أنواع التنمية. إحنا كانت الطبقة السوبر في مصر عبارة عن ربع في المليون. الطبقة المتوسطة اللي هي مفروض من 50 ل 60 تآكلت خلال العقد ونصف الأخير
من حكم رأس النظام السابق أصبحت لا تتجاوز 22%، والباقي ياريته تم تصعيده للطبقة العليا، ده تم تخفيضه وإنزاله للطبقة الدنيا. إحنا كانت المفروض في المحددات الموجودة والمقاييس للفقر في الطبقة السوبر، الطبقة الغنية، الطبقة المتوسطة، تحت المتوسطة، الفقيرة، محدود الدخل، تحت محدود الدخل. احنا عندنا اصبح الطبقة اللي هي من الفقر ومحدود الدخل اصبحت بتقسمها محدود الدخل ومهزوز الدخل ومسدود الدخل، للأسف الشديد مسدود الدخل محدودي ومهزوز الدخل اللي هو بيشتغل يوم وثلاثة لا، اللي هم عمال المياومة اللي رجعوا تاني والعمالة المؤقتة اللي موجودة في جميع الأجهزة الحكومية وخلافه، وفي مسدود الدخل اللي ما عندوش دخل بالكامل اللي ما عندوش دخل بالكامل للأسف الشديد. مصر دولة غنية، ولكن يا أستاذ معتز الإدارة اللي كانت بها كانت إدارة غبية. مصر دولة غنية بمقوماتها اللي موجودة المادية والبشرية. انت كان رأس النظام السابق بيفضل لك مقولة ان انا اعمل لكم ايه الاحساس كتير. يا سيد الفاضل، هل تعلم ان الناس اللي في سن العمل في جمهورية مصر العربية من سن 18 ل 46 سنة ل 48 سنة يمثلوا 46% من عدد السكان؟ هذا وقود اي امة ووقود اي مصنع. الصين يا فندم قامت على ايادي الشباب اللي موجودين. الاتحاد الاوروبي سنة 2002 كانوا 10 دول، ضم ليه 15 دولة حتى يستفيد من شباب هذه الدول، لما كانوا لانه كان بيدع سياسة تحديد الناس خلال الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، كان عاوز شباب. انت لما يكون عندك شباب مش عارف تقوم بادارته يبقى انت اللي راجل غبي او الادارة كانت غبية. العيب ليس في الشعب، انما العيب كان في الادارة اللي كانت موجودة. اقتصاد مصر تحول خلال العصر ونصف الاخير الى اقتصاد ريعي، تم تقسيم وتوزيع الاراضي، تم توزيع 26 مليون فدان موجودين يا فندم بما يعادل 5 دول. اقتصاد ريعي يقوم بتسقيعه، حتى البورصة اللي كان املنا فيها انها تقوم بعمل سوق الاصدار اصبحت سوق للتداول فقط، اي ان انا بوزع الفلوس بيني وبين الناس اللي موجودين. هناك من يغتني ويزداد غنى وهناك من يفتقر. هي دي، عاوزين نغير الثقافة والسياسة الموجودة، نفكر خارج الصندوق، نشوف امكانات مصر اللي موجودة ايه، نستطيع ان نقوم بادارة هذه الموارد الادارة الرشيدة، ان تجعل مصر تخرج من عثرتها على الاقصى لتصبح مثل ماليزيا خلال 36 شهر على الاقصى. تعتقد ان حد الادنى للفقر المقياس الجديد في مصر ممكن يكون قد ايه؟ نقول الرقم ده اللي تحته دخله الشهري اقل من كده بيبقى تحت الحد الادنى للفقر. يا سيد الفاضل، نحن لا نريد ان نخترع العجلة بعد ان اخترع العالم ب 500 سنة. البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية وضعت حدا للفقر. حد الفقر اللي هو موجود اللي ياخد اقل من 3 دولار يوميا، يعني بما يعادل 20 جنيه مصري يوميا، يعني 600 جنيه شهريا، هذا الرجل تحت خط الفقر. دكتور صلاح، في مصر انا لو قلت لك النسبه بس انت، انا يعني مش عاوز ارفع الضغط عند حضرتك، معلش يعني انا اسف. اتفضل. عندك في مصر تحت خط الفقر 65% من ابناء الشعب المصري. ايوه، بس بالمعدلات اللي موجوده 65%. طبعا إذن من يقول غير ذلك؟ لو يوجد في مصر رجل يطلع يستطيع ان يقول خلاف الرقم اللي انا بقول يطلع يقوله لي. إذن الرقم تاني، خلينا نعيد الرقم الذي ترى حضرتك يا دكتور صلاح انه على الاقل 600 جنيه شهريا اللي هو يساوي 3 دولار يوميا بما يعادل 20 جنيه مصري في 30 يوم يبقى 600 جنيه. هل تعلم حضرتك ان في وزارة الزراعة إدارة اسمها إدارة التشجير بها ما لا يقل عن 52,000 موظف اللي هو حضرتك بتشوفهم في الجناين بتاعه الشوارع وواقفين يمدوا ايديهم ويقول لحضرتك كل يوم كل سنه وانت طيب؟ الراجل ده بيقبض في الشهر 45 جنيه، هل تعلم هذه المعلومه يا سيد الفاضل؟ ايوه. هل تعلم ان في مصر موجود 250,000 بني ادم متعينين في وزاره التعليم اللي اسمهم المدرسين بالحصه بيقبض في الشهر لا يزيد عن 115 جنيه؟ هل تعلم هذه المعلومة؟ طب وهل تعلم يا دكتور صلاح ان احنا واحدة من المدن او البلاد القليلة في العالم والذي تباع فيها ارجل الفراخ عشان تاكل بها الناس؟ والهياكل
كلمه هيكل فراخ يعني القفص الصدر بتاعك. طب هياخد يعمل ايه بالقفص الصدر بتاعه؟ هو ده، هي دي معدلات الفقر. للاسف مصر دوله غنيه يا فندم، ولكن الاداره كانت غبيه. نريد ان نفكر خارج الصندوق، نريد ان يكون هناك فكر يتفعم، لا زعيم يفكر، مش عاوزين واحد يفكر لنا، خلصت. عاوزين نعمل فكره نقول ان مصر عاوزين ناخدها فوق، مصر نعلو بيها لفوق، يبقى هو ده الفكر اللي احنا بنخدم عليه كلنا. دكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بشكرك شكرا جزيلا.